هلو ايفري ون، ويلكم باك. رجعنا تاني يا ولاد عشان نتكلم على موضوع مهم خالص للصف الاول الثانوي لطلبة ستيم او مدارس الثانوية العامة. تمام، الدايمنشن فورميولا يعني معادلة الابعاد. يعني ايه مستر دايمنشن فورميولا؟ يقول لي most of derived physical quantity can be expressed in terms of the dimension of the fundamental physical quantity which are mass و length of time. يبقى احنا عرفنا ان ال fundamental quantity هما تسعة، بس أهم حاجة التلاتة دول الماس واللينس والتايم. فأنا بعبر عن كل الكميات المشتقة درايفت بدلالة الماس واللينس وايه والتايم. قال لك هتبقى بالشكل ده، يعني الاي دي الفيزيكال كوانتيتي اللي هي درايفت عبر عنها بالماس واللينس وايه والتايم، كل مرفوع لباور معين بوزيتيف اور نيجاتيف بوزيتيف اور نيجاتيف بوزيتيف اور نيجاتيف، وهنا اي بي سي يعني ارقام مختلفة. طب عايزين نفهم الكلام ده يا مستر، عشان تفهم الكلام ده تعالى نشوف حاجه درايفت. نتكلم على درايفت يا شباب. انا بدات ان اجمع معاكم دلوقتي الاريا دي درايفت يا شباب. الدرايفت هنا الاريا مثلا بتاعت السكوير، يبقى لينس في لينس يبقى هي ال سكوير. تمام، هي تتقاس ب الاريا، يعني هي لينس في لينس يبقى لينس في لينس ده القانون بتاعها، يبقى تتقاس بالمتر سكوير يبقى الميجرنج يونت. طب الدايمنشن فورميولا يبقى تي اليونت بالمتر سكوير، والدايمنشن فورميولا دايمنشن فورميولا يقول لك انا عبر عن عن المتر، هنعبر عن المتر اللينس بالمتر باللينس يبقى تي متر. اي متر اكتبها لينس، طب اي كيلو جرام تكتبها لي ماس، اي سكند تكتبها لي تايم تي كابيتال. يبقى هنا ها الاريا لينس تايمز لينس، اليونت بتاعتها متر ايه سكوير. دايمنشن فورميولا يبقى لينس سكوير. تمام بروف. طب الفوليوم لو بنتكلم على كيوب يبقى ليه لينس ويدث وهايت. ادي اللينس وادي الويدث وادي الهايت، يبقى الفوليوم هنا اهو لينس تايمز ويدث تايمز ايه هايت. طب ده بالمتر وده بالمتر وده بالمتر صح، يبقى اليونت عباره عن ايه متر كيوبك. تمام، طب يلا اي متر احنا اتفقنا نكتبه ايه في الدايمنشن فورميولا؟ دايمنشن فورميولا نكتبه لينس، يبقى لينس كيوبيك. اوكي، طيب بعد كده هنتكلم على الدينستي. ايه الدينستي؟ ايكوال ماس اوفر فوليوم. ايه الدينستي؟ ايكوال رمز الدينستي باليوناني بناخد حرف ده، شايف الشكل بتاعه يشبه حرف الرا، بس ده بنسميه رو، بنسميه ايه رو. يبقى ارو ايكوال ماس اوفر فوليوم، ماس اوفر فوليوم. يبقى هنا الدينستي ماس اوفر فوليوم، يبقى الميجرنج يونت بتاعته طبعا كيلو جرام تلماس، والفوليوم كيوبيك متر، يبقى كيلو جرام بير كيوبيك متر تليونت. طب انا بحب اكتبها بالشكل ده يا شباب، كيلو جرام والمتر كيوبيك تطلع فوق، يبقى النقطة نكتب متر باور نيجا في ايه 3. طب الدايمنشن فورميولا عشان اتكلم على دايمنشن فورميولا يبقى ماس، يبقى اي كيلو جرام يبقى ماس متر باور نيجا في 3، متر يعني لينس باور نيجا في 3. اوكي، يبقى دي عبارة عن الدينستي. ايه الدينستي؟ ايكوال ماس اوفر فوليوم، يبقى كيلو جرام متر نيجاتيف 3 تليونت. تمام، اي كيلو جرام تبقى ماس، اي متر باور نيجاتيف 3 تبقى لينس باور 3. تسمى دايمنشن فورمولا، هنعرف ايه السبب بعد شويه اللي احنا بنشتغل على دايمنشن فورمولا. تمام، ناخد حاجه تاني، فيلوسيتي دي درايفت ولا مش درايفت؟ درايفت. يبقى اي درايفت فيزيكال كوانتيتي كان بي اكسبريست ان تيرمز of dimension for fundamental basic quantity اللي هي الماس واللينس وايه والتايم. فلما اتكلم على الفيلوسيتي، الفيلوسيتي ايكوال تشينج في الديسبليسمنت اوف تشينج في ايه في التايم، يبقى هي الميجرنج يونت بتاعتها ايه متر بير سكند، ومتر بير سكند يعني متر اوفر سكند صح، وسكند باور 1 من تحت تطلع فوق صح، يبقى اليونت بتاعتنا متر ثانيه نيجاتيف 1. طب متر يعني في الدايمنشن فورميولا اسمه ايه؟ لينس، وثانيه نيجاتيف 1 تايم نيجاتيف 1، يبقى دي الدايمنشن فورميولا، دي موضوع الفيلوسيتي. تمام؟
يبقى الفيلوسيتي متر ثانية نيجاتيف 1 والدايمنشن بتاعتها ال دي نيجاتيف 1. خليك ايه المهارة بتاعت السرعة شوية، خليك شغال. اكسلريشن، اكسلريشن عبارة عن تشينج في الفيلوسيتي اوفر تشينج في التايم زي ما اتعلمنا زمان. طبعا التشينج في الفيلوسيتي اوفر تشينج في التايم، فاليونت بتاعتنا هتبقى متر بير سكند اللي هي تشينج في الفيلوسيتي اوفر تشينج في التايم، يبقى اوفر ايه سكند يعني متر بير سكند بار 2. متر بير سكند، نعمل سهم كده اهو، متر بير سكند سكوير، تمام، اللي هي متر ثانيه نيجاتيف 2. طب متر ثانيه نيجاتيف 2 اللي هي مين يا اولاد؟ ال تي نيجاتيف 2. المتر يعني لينس، وثانيه نيجاتيف 2 اللي هي تايم نيجاتيف ايه 2. نقول تاني، يبقى احنا هنا ها فيلوسيتي يبقى متر بير سكند اللي هي متر ثانيه نيجاتيف 1، اكسلريشن اليونت بتاعتها يبقى متر ثانيه نيجاتيف ايه 2. طب دايمنشن فيرميولا للفيلوسيتي، يبقى مكان المتر هتبقى لينس، ثانيه نيجاتيف 1 تايم نيجاتيف 1. طيب الاكسلريشن متر ثانيه نيجاتيف 2، يبقى المتر تبقى لينس والثانيه نيجاتيف 2 اللي هي تايم نيجاتيف ايه 2. ده الاكسلريشن، تمام. الاكسلريشن اسمه ايه؟ بس احنا عندنا نوعين من كام نوع من الاكسلريشن، في كذا نوع من الاكسلريشن. لو ركزنا مع بعض انواع الاكسلريشن في البروبلم في اولى ثانوي يا شباب، هتبقى في حاجه اسمها ايه، في حاجه اسمها جي. يعني ايه جي؟ اكسلريشن جرافيتي، جرافيتي اكسلريشن، تمام. يعني لما جسم يسقط كده فري فول، او ترفع الحاجه ترميها لفوق فيرتيكال، تمام تمام. انما في حاجه اسمها اي سي، اي سي اللي هي سنتر بيتال اكسلريشن. ايه هي سنتر بيتال اكسلريشن دي؟ سنتر بيتال اكسلريشن هي اللي بتخلي الاوبجكت بيدور في مسار دائري. يعني لما يدور في مسار دائري كده اهو، بيبقى هنا ها في حاجة اسمها ايه الاوبجكت اهو، فبيتغير الدايركشن بتاع ايه، بتاع الاوبجكت، هو بيلف صح، يوصل هنا ها تلاقيه ايه يلف كده. كان السبب في حاجة قوة تجذب نحو الداخل اسمها سنتر بيتال فورس، سنتر بيتال ايه فورس. اوكي اوكي، يبقى في قوه نحو الداخل. يعني الاوبجكت هنا ها احنا بنمشي انتي كلوك وايز كده، فتلاقي هنا ها الجسم ده في قوه ناحيه المركز، فعشان كده بيبدا يلف كده اهو. القوه دي بتبقى بيربنتيكولار على الدايركشن بتاع ايه الموشن. يبقى هنا سرعه الدايركشن بيختلف، اه الدايركشن لما بيختلف بيعمل لي سنتر بيتال اكسلريشن، هنعرفها فيما بعد. بس كل يعني هنا ها الاكسلريشن او الجرافيتي اكسلريشن او الاي سي كلهم اكسلريشن، فعشان كده تبقى متر ثانيه نيجاتيف ايه متر ثانيه نيجاتيف 2، والدايمنشن فورميولا يبقى ال تي نيجاتيف ايه 2. الناس مش فاهمه السنتر بيتا اكسلريشن، هعمل بس حركه جميله دلوقتي، شايل معايا كوبايه ميه زي ما انتم شايفين فيها ميه، انا هبدا الف الكوبايه، هل هتتكب؟ ده سؤال. طبعا هنشوف 3 2 1 اكشن، ببدا الف كده بمشي بسرعه ايه ثابته، بتبقى هنا كونستانت في الماجنتيود ولكن مختلفه في الدايركشن. اختلاف الدايركشن هو اللي بيعمل سنتر بيتال اكسلريشن. في البدايه هنشوفها، بعد كده هندرس الحركه الدائريه فيما بعد. يبقى دي موضوع السنتر بيتال اكسلريشن، كلهم بمتر ثانيه نيجاتيف 2. انا بتكلم ممكن متر ثانيه نيجاتيف 2 اللي هي ال تي نيجاتيف ايه 2. طب انا دايمنشن فورمولا مثلا كانت تكتب لي ميجرنج يونت، وتكتب لي مين؟ وتكتب لي ايه؟ دايمنشن فورمولا عادي يا شباب. بس عايز اقول لك حاجه، احنا عندنا هنا هو الفيلوسيتي وعندك الاكسلريشن. لو عايز تعمل فيزيكال كوانتيتي درايف التاني، ممكن تضرب الماس في الفيلوسيتي، الماس في مين؟ في الفيلوسيتي، فيديك المومنتيوم. المومنتيوم دي يا شباب بنسميها بي ال، واحنا عرفنا سميناها ليه مومنتيوم، يبقى بسبب انها عباره عن مومنتيوم يعني كميه التحرك، كميه ايه التحرك. طب الكميه يعني ماس، وتحرك يعني فيلوسيتي، والال دي معناها لينير يعني خطي، ان بيمشي الاوبجكت في ستريت لاين، تمام. اللينير مومنتيوم سميناه حرف البي، ايش معنى ان كلمه مومنتيوم باليوناني اسمها امبيتوس. الامبيتوس حرف الاي ملناش دعوه بيه، الام ملناش دعوه بيه، البي ده ايه ده عباره عن المومنتيوم، هناخد حرف البي. والال قلنا عشان لينير، بتبقى عباره عن ماس في فلوست. بتنساش ان الفورس زمان خدناها عباره عن ماس في اكسلريشن، يبقى بمنتهى البساطة انت هي عندك الفلوستي وعندك الاكسلريشن. لو ضربت الفلوستي في الماس يتينا مين؟ مومنتيوم. طب لو عملت الماس في الاكسلريشن، الماس في الاكسلريشن يبقى هي فورس. يبقى لما بأثر بفورس على اوبجكت ليه كتلة ماس معينة، بتكتسب
الاوبجكت ده بيكتسب ايه؟ اكسلريشن. اوكي طيب، اثناء المشي بيبقى هنا الاوبجكت ليه ايه؟ مومنتم. انما اثناء السكون لو ات ريست يبقى المومنتم بزيرو، عشان فلوستي تبقى بزيرو. يبقى ماس في فلوستي، ماس تايمز فلوستي يدينا مومنتم، ماس تايمز اكسلريشن يدينا ايه؟ فورس. طبعا الفورس بتقاس بالنيوتن. طب اللينير مومنتم بتقاس بايه؟ هتقول لي تاب الكيلو جرام والسرعه ايه؟ متر ثانيه، يعني جاي في 1. طب الدايمنشن فورميولا ليها، اي كيلو جرام يبقى اسمه ايه؟ ماس، اي متر لينس ثانيه يبقى تايم نيجاتيف 1. يعني هنا هتي ماس وتي ايه؟ سبيد. ال تي نيجاتيف 1 تي سبيد، احنا حافظين فيلوسيتي. طب الفورس بالنيوتن. طيب الميجرنج يونت الماس بالكيلو جرام والاكسلريشن متر ثانيه نيجاتيف 2، يبقى يلا نعمل دايمنشن فورميولا. يبقى كيلو جرام يعني ماس، متر ثانية نيجاتيف 1، متر ثانية نيجاتيف 2، يبقى ال تي نيجاتيف 2. اوكي ما تستعجلش، احنا خلصنا يعتبر الورك. الورك عشان يحصل لازم بأثر بفورس، ولازم يبقى فيه ديسبيسمنت. يبقى فورس تايمز ديسبيسمنت يدينا ورك. الورك يتقاس بحاجة اسمها جول، تمام، وهي عبارة عن الفورس تايمز ديسبيسمنت. والورك يعتبر هو هو الانرجي. الانرجي هي عبارة عن ايه؟ It is ability to do work. يبقى الانرجي مهما كانت كاينتيك او بوتنشال او ميكانيكال او كيميكال، كله بيتقاس بايه؟ بالجول، تمام. طب يعني جول يكافئ ايه؟ الجول يكافئ نيوتن في متر، نيوتن متر، نيوتن ايه؟ متر. يبقى تاي جول يكافئ ايه؟ نيوتن متر. طب لو شلت النيوتن وعوضت بالفانتمنتال يونت، ايه الفانتمنتال يونت؟ اللي هي كيلو جرام والماس واللينث والتايم والثانيه. يبقى يلا كيلو جرام متر ثانية نيجاتيف 2 بتاع النيوتن، هضرب لسه في المتر تبقى تطلع كيلو جرام متر ايه؟ سكوير. عشان كده الجول دي اغنية بتقول كيلو جرام متر سكوير ثانية نيجاتيف 2. الجول يكافئ كيلو جرام متر سكوير ثانية نيجاتيف 2. نفس الكلام بالنسبة للانرجي. اوكي طب يا مستر يعني ايه فايتة الكلام دوت؟ اللي احنا نعمل دايمنشن فورميولا بس. ممكن يجي لك اختيارات، يعني دايمنشن فورمولا بتاعت الانرجي. لو قلت كيلو جرام يعني ماس، ومتر سكوير يبقى لينس سكوير، ثانيه نيجاتيف 2 يبقى تايم كابيتال نيجاتيف 2. دي عباره عن ايه؟ دايمنشن بتاعت الانرجي او دايمنشن بتاعت الورك. طب انت في الامتحان يجي لك حاجه زي كده اختيارات، او ممكن تتاكد من صحه القوانين. يبقى ايه اهميه الدايمنشن فورمولا؟ التاكد والتثبت من صحه ايه؟ القوانين. يعني مثلا قلت لك في فاينل ايكوال في انيشال بلس اي تي، تمام، العلاقه دي صحيحه ولا مش صحيحه؟ بيني وبينك هي صحيحه. انت خدت الاكسلريشن تشينج في الفلوس او تشينج في التايم، وتشينج في الفلوس يعني في فاينل يعني السرعه النهائيه ماينس الفي انيشال يعني التشينج في الفلوس اوفر ايه؟ اوفر التايم. لو عملت كروس مالتيبليكيشن تمام، هتلاقي في فاينل ماينس في انيشال ايكوال اي تي، صح؟ وات الفي انيشال الناحيه الثانيه، يبقى في فاينل ايكوال في انيشال بلس اي تي. انا مش بقول لك اثبتها لي، انا بقول لك العلاقه دي صحيحه ولا لا، تاكد منها من معادلات الحركه. اقول لك بص، انت عندك قانون انت مش عارفه، زي في فاينل ايكوال في انيشال بلس اي تي، اغنيه يا مستر. اغنيه والقانون ده صحيح، بس انا عايز اثبته لك. جه منين؟ هتقول حاجه ان الفي فاينل، هتكتب الدايمنشن فورمولا بتاعت ايه؟ ليفت هاند سايد. يبقى هي في فاينل يعني في فاينل اللي هي فاينل فيلوستي، هي فيلوستي ولا مش فيلوستي؟ يبقى ال تي نيجاتيف كام؟ 1. برافو. يبقى تي دايمنشن فورميولا بتاعت ايه؟ ليفت هاند سايد. نمسك الناحيه الثانيه الفي انيشال دي هناخدها لوحدها، والاي تي هناخدها برضه لوحدها. على فكره احنا مش هنضيف حاجتين على بعض الا لو كان ليهم نفس اليونت، فعايزين نتاكد من الكلام ده. تعال نشوف الفي انيشال بكام، مش هي سرعه برضه؟ ال تي نيجاتيف 1 تمام. طب اكسلريشن في التايم، اكسلريشن ال تي نيجاتيف ايه؟ 2. هضرب في مين؟ تي الاكسلريشن هضرب في تايم، التايم اللي هي تي كابيتال بقى، دايمنشن بتاعت التايم تي كابيتال، صح؟ يبقى هنا ها ال تنزل، وتايم باور نيجاتيف 2، وهنا نيجاتيف، وهنا تايم باور 1، نجمع الباور يبقى تايم نيجاتيف ايه؟ 1. يبقى ده لما يتجمع على ده هيديك مين؟ 2 ال تي نيجاتيف ايه؟ 1. هل الطرف ده يساوي ده؟ لا، يساويه في الدايمنشن فورمولا، يساويه. الرقم ملهوش لازمه في الدايمنشن فورمولا، اهم حاجه هنا ال تي نيجاتيف 1 وهنا ال تي نيجاتيف ايه؟
1. اذا المعادله دي كوريكت يا اولاد. لما نقول هنا يا شباب ايه هي كيناماتيك ايكويشن؟ كيناماتيك ايكويشن دي هندرسها بالتفصيل. عندي ثلاث معادلات كيناماتيك ايكويشن. اوكي شكلهم اهو، في فاينل ايكوال في اي تي، هتحلها واجب وتثبتها لي انها صح، هي صحيحه بالفعل. دي يعني ديسبيسمنت، فالاغنيه تقول دي مسافه تساوي في انيشال في تايم بلس هاف الاي تي سكوير بلس هاف الاي تي سكوير. عندي برضه في فاينل سكوير ايكوال في انيشال سكوير بلس 2 اي دي. الاي يعني اكسلريشن والدي يعني ايه؟ ديسبيسمنت. وده الخلاصه بتاعت الترم الاول، الثلاث معادلات دول بحل بيهم مسائل طبعا مهمين خالص خالص. طب فاكرين البندليوم؟ اه فاكرين يا مستر. البندليوم بيتحرك تمام ويطلع لفوق، فالكيناتيك انرجي فوق تبقى بكام؟ بزيرو. وبعد كده يبدا يرجع تاني ويبدا تسرع السرعه بتاعت البوب، البوب اللي هي الكوره دي تبدا تسرع، فالكيناتيك انرجي زيد، يبقى كيناتيك انرجي بيساوي هاف الماس فلوست سكوير، هاف الماس فلوست سكوير. طب احنا لو نستخدم الدايمنشن فورميولا، كيناتيك انرجي مش هي بالجول اللي هي تكافئ كيلو جرام متر سكوير ثانية نيجاتيف 2، اللي هي دايمنشن فورميولا بتاعتها ايه؟ كيلو جرام يعني ايه؟ ماس متر سكوير لينس سكوير تايم نيجاتيف 2 ثانية نيجاتيف 2، يبقى تايم نيجاتيف 2. وهركنها على جنب واروح امسك هنا اهو الطرف ايه الايمن رايت هاند سايد. الهاف ده ليه دايمنشن فورميولا؟ اقول لك لا ملهوش. الماس بالكيلو جرام يعني الدايمنشن فورميولا بتاعتها اسمها ام صح، ام كابت. وفلوسيتي متر ثانيه نيجاتيف 1 تمام. الفلوسيتي نفسها هعملها باور 2 عشان هي فلوسيتي سكوير. طب متر ثانيه نيجاتيف 1، متر ثانيه نيجاتيف 1 الميجرنج يونت، يبقى متر يبقى هتبقى ايه ال، وثانيه نيجاتيف 1 اللي هي تايم نيجاتيف 1. وبعت كده يا شباب هبدا ادخل ايه السكوير في الموضوع، يبقى الماس اهي من بره الموضوع، واللينس هيبقى لينس ايه سكوير، والتايم نيجاتيف كام؟ 2. ياه ده هو ده بتاع اللي احنا عارفين ان الكيناتيك انرجي بيساوي هاف الماس فلوست سكوير، واي رقم ملهوش لازمه. اوكي اوكي برضو في حاجه اخيره يا شباب، معادله اينشتاين الشهيره بتاعت القنبله الذريه اللي هي اتوميك بومب اللي هي انرجي ايكوال ام سي سكوير. بقول لك السي تثبيت سبيد اوف لايت. يا سلام عايزين نثبت المعادله دي صحيحه. هي الصراحه المعادله دي صحيحه بس احنا عايزين نثبت. نثبتها كيف؟ الانرجي بالجول يعني كيلو جرام متر سكوير ثانيه نيجاتيف 2 صح؟ كيلو جرام يعني ماس، متر سكوير لينس سكوير، ثانيه نيجاتيف 2 تايم نيجاتيف 2. ده اللي هو الطرف ايه؟ الايسر ليفت هاند سايد. طب الناحيه الثانيه ام، يبقى كيلو جرام يعني ام يعني ماس، ام سي سكوير ام هنا ماس بالكيلو جرام، كيلو جرام يعني ايه؟ يعني ماس تمام. وسي تربيع سي سكوير اللي هي ايه؟ اللي هي سبيد اوف لايت، يبقى هعمل هنا هو نفس الكلام سكوير، والسبيد معروفه اللي هي ال تي نيجاتيف 1. خلاص حفظنا الموضوع، ودخل ايه السكوير هنا وداخل السكوير هنا اهو، الام من بره الموضوع واللينس سكوير ايوه وتايم نيجاتيف 2 نيجاتيف 2. ياه ده هو ده، يبقى اذا المعادله صحيحه. عايز افهمك يعني ايه معادله اينشتاين الشهيره دي بتاعت الاتوميك بومب. يعني ايه انرجي بيساوي ماس تايم السي سكوير؟ هي القصه لما انا اتكلم على الشمع، عارف الشمع؟ الشمع بتبقى كبيره كده، دي زي ماما مامتك ومامتي تحترق من اجل الاخرين في البيت. بعد مرور وقت طويل انت بتكبر حضرتك، وماما مالها؟ تبقى زي تيتا. زي ايه؟ تيتا. فانت عندك هنا بيحصل اضمحلال للماس، فالماس المتحوله بتنطلق منها ايه؟ انرجي. فالانرجي اللي طالعه اللي هي تربية الأولاد دايركت بروبوشنال مع الماس المتحولة. تامين قال كده بلانك، بلانك قال كده. جي هنا هنشيل عنت البروبوشنال واكتب ايكوال كونست. ايكوال كونست في مين؟ في الماس. مين اللي جاب الكونست وحسبه؟ كان العالم اينشتاين. اينشتاين قال ان اي بيساوي ام سي سكوير، يبقى هنا الكونست تام مين؟ اللي هو مربع سرعة ايه؟ الضوء، اللي هو سكوير اوف سبيد اوف لايت. وده رقم ايه؟ كبير. فمهما تكون الكتلة الماس المتحولة
من النيوكليوس صغيره، انت لسه هتتطرق في رقم كبير 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 كبير. ونشوفكم يا شباب بعد الفاصل، تابعونا. ثانك يو فور واتشينج ذس، كنت مع مستر وجيه المصري. ما تنسوش يا شباب تحلوا المعادلات دي، عايزها بالدايمنشن فورمولا. هنا ايه على فكره، انا ممكن اكتبها جي في كيناماتيك ايكويشن، انت هنتكلم فيها فيما بعد. هنلاقي هنا ايه مكتوبه جي، هنشتغلها عادي ان جي عباره عن ايه ال تي نيجاتيف اي 2، ان هي اسمها جرافيتي اكسلريشن. اوكي، باي باي، سلام.